Hi everybody, this is Ruba Maali, an English teacher. In today's video, I will tell you how to differentiate كيف نفرق ما بين أزمنة المستقبل, okay, future tenses. We have future simple, future continuous, and future perfect, like any other tense. زيو زي أي زمن تاني. في هدول الثلاث أنواع. Simple, continuous, perfect, بسيط ومستمر وتام. Okay. في عندي هدول الثلاث أنواع. هلأ إنه كيف نميز ما بين, خلينا نكبر شوي الصورة. إنه نميز ما بين future continuous و future perfect يمكن سهل. Okay. رح يكون سهل علينا. الكيوردز أو الكلوز, التايم إكسبريشنز اللي موجودة رح تكون واضحة وسهل إنه نميز بيناتهم كهدول التنين. Okay, إني أحط will be ing أو أحط will have plus verb 3 اللي هو past participle. متى أحط واحد فيهم سهل إنه أميز. هلأ وين مشكلتي أو وين مشكلة الطلاب بتكون لما نيجي على أنواع future simple, خلينا نقول هو المستقبل البسيط. Okay. هلأ المستقبل البسيط في له أربع نواحي أو أربع أنواع, أربع أشكال يعني. في عنا four forms لfuture simple اللي موجود عندهم. هلا بما انه احنا بنحكي عن ماده توجيهي, فهلا هذا الاشي موجود بيونت نمبر 3 ب خلينا نقول بالكتاب تبع التوجيهي, التوجيه الاردني احنا عم نحكي. ف مذكورين انواع الفيوتشر اللي هم الفيوتشر كونتينوس وفيوتشر بيرفكت بالوحده الثالثه. اللي صار معي انا هون اني ضفت انواع الفيوتشر سمبل اللي انذكرت وين الوحده الاولى, فاحنا عشان ما يصير في فوضى أو خربطة أو إنه الطالب يصير هيك lost وconfused, حطينا كل هاي الأنواع بصفحة واحدة حتى تقدروا إنه أنتوا تميزوا وعائلكم يحفظ من منطقة واحدة, بيكون أسهل للحفظ وللستورينج جوا دماغنا. طيب هلا عشان زي ما حكينا future continuous future perfect سهل أميز بينهم. طيب خليني أقدر هلا أميز بين أنواع future simple. إذا خلصت منهم فأنا هون بالسيف سايد ورح يسهل علي باقي الانواع. اول اربع انواع كثير انه اقدر اعرف الفرق بينهم, كثير رح يسهل علي اني اميز النوعين الباقيين اللي هم الفيتشر كونتينوس والفيتشر بيرفكت. طيب هلا في عندي بالفيتشر سمبل استخدام ل ويل بلس انفينيتيف. اوكي هلا احنا متعارف عليه, اي حدا بده يعبر عن حاله بالمستقبل بده يستخدم كلمه ويل, صح؟ سواء بيعرف انواع الفيوتشر او ما بيعرف. أول شيء بيخطر على بالنا هي كلمة ويل, وهذا إشي بديهي. خلينا بس نكبر شوي حتى نقدر نتذكر أكثر. طيب فإذا ويل بلس انفينيتيف هذا إشي بديهي إنه أنا أستعمله. هلا الإشي الجديد أو إحنا بنعمل ليفل أب هلا لمستوانا, أخذتوه بصفوف قبل بس يعني خلينا نركز عليه بشكل أكثر هلا, اللي هو استخدام going to. أوكي إني أستخدم going to, طبعا بنعرف إحنا إنه to بيجي بعديها infinitive برضه, قبلها بده يجي is or am اللي هو هذا النوع من الverb to be is or am. اذا ما راح استعمل will هون, مع العلم انه معناها will معناها سوف. هون will معناها سوف كلنا بنعرف, going to معناها سوف لما يكون قبلها verb to be بعدها infinitive بيكون معناها سوف. طيب عندي شكل ثالث لكلمه سوف هاي اللي هي برضه verb to be, بس هاي المره راح استعمل ing لحاله بدون كلمه go, يعني هي بتشبه going ing alright نفس ال ing اللي هون, بس هاي المره ما راح يكون في عندي infinitive verb بعديها لانها ما بتحتوي على كلمه to, فما عندي كلمه go, ما عندي to, ما عندي infinitive, بس is or am ال ing. واصلا هذا الاشي is or am اللي هم الverb to be مع ال ing, هاي الصيغه احنا متعارف عليها انها present continuous مضارع مستمر. طب مضارع مستمر و future يعني انت بتحكي عن مضارع بشكل مستمر عم بحدث للحظه معينه بشكل مستمر عم بحدث متحرك. هلا شو علاقه هذا الحكي بالفيوتشر؟ عرفتوا كيف؟ بدنا نقارن هلا هون. طيب في عندي كمان الفيرب 1 هذا او اللي هو الفعل المضارع البسيط. اوكي فاذا انا عندي هون فيرب 1 هاي كمان الشكل الرابع لكلمه سوف هاي. اورايت إذا أنا عندي verb 1 عندي ing عندي going مع to
عندي ويل مع الانفينيتيف. هدول الاربع صيغ كلهم معناهم سوف بالعربي خلينا نقول، بس بالانجلش لا. احنا عندنا جماعه الانجليزي لما بدهم يحكوا او يكتبوا بصيغ المستقبل، اذا بيكون قصدهم شيء معين بدهم يقدروا يميزوا حتى يقدروا يستخدموا واحدة من هدول الاربعه. طيب هلا احنا كيف نميز طيب الانواع الاربعه هدول؟ اوكي هلا اهم طريقه، اوكي طريقه حفظنا لهذا الدرس نحفظ ورا بعض. كيف يعني؟ يعني انا لما حطيت ويل مع الانفينيتيف، جوينج تو مع الانفينيتيف، لما حطيتهم ورا بعض عمدا، يعني انا عملت هذا الشيء اون بيربز عمدا. ليه؟ لانهم عكس بعض. يعني اذا قدرت اعرف انا استخدامات ويل عكسها بدها تكون استخدامات جوينج تو. كيف يعني؟ بقولوا لنا بالانجلش يعني انه انتم اذا كنتم تستعملوا ويل مع مجرد عادي هيك هاي الصيغه البسيطه من ويل، بيكون قصدكم انه انتم بتعملوا بريدكت للفيوتشر، تو بريدكت ذا فيوتشر ويذاوت ايفيدنس. اذا انا بتنبأ المستقبل بس ما بيكون في عندي دليل، تمام؟ ما بيكون عندي دليل لما بتنبأ للمستقبل. كيف يعني ما بيكون عندي دليل؟ وكيف هذا الحكي احنا رح نعبر عنه بادله طبعا بجمل. طيب اذا اني اتنبأ المستقبل بس ما يكون عندي دليل، يعني انا عم بحكي عن رايي الشخصي، بحكي عن شغله انا بظنها بس ما عندي شغله ملموسه للشخص اللي عم بحكي له فهو رح يكون دليل. ما عندي دليل، رايي الشخصي. التعبير عن رايك الشخصي والامال وهيك واعتقادك الخاص، بدي استعمل انا كلمه ويل لإله. طيب بالمقابل لما اجي اطلع على going to، اذا انا عندي number one موصول بنمبر 1 تحت تبعت going to. كيف يعني؟ to predict برضه فيها تنبؤ برضه، بدي اتنبأ المستقبل بس هاي المره في عندي evidence. انا عندي هنا based on evidence، معتمد على دليل، اوكي بالاعتماد على دليل معين موجود. هلا ابرز مثال بيحكوه جماعه الانجليزي لما بنفهم هذا الدرس، انه لما بيجي بقول لك مثلا انه السماء معبيه غيوم والجو بارد طبعا، والارصاد الجويه قالوا لنا انه رح تمطر، اوكي قالوا لنا انه في مطر. فانا لما باجي بعبر عن هذا الموضوع بقول going to، ما بقول وين. هلا it is going to rain، ما بقول it will rain، لانه عندي معرفه مسبقه من الارصاد الجويه اللي هي weather forecast، عندي غيوم ملبدة يعني هيك very cloudy sky مثلا، فهي كلها دلائل انه انا ايش it's going to rain، وما بقول it will rain. يعني هذا من ابرز الامثلة اللي دايما تطرح، واللي حلو انه يعني اخذ مثال بهاي الطريقة على كل قاعدة حتى يثبت بعقلي، صح؟ يثبت بدماغي حتى انه storage او storing، انه كيف اخزن المعلومة بيكون اضبط. إذا التنبؤ بدون دليل بدي أستعمل ويل، لما يكون في عندي دليل واضح بدي أستعمل going to، وهلأ رح نطبق هذا الحكي بأمثلة. طيب متى أستعمل ويل كمان؟ بقولوا لا مستعمل ويل إذا كان في عندي spontaneous decision، يعني قرار لحظي، قرار هيك عفوي بدون ما أنا أفكر فيه، بدون ما أفكر فيه مسبقا، يعني قصدي بدون تخطيط، أوكي بدون معرفة مسبقة. يعني أنا لما حطيت الكلمة أو التعبير هذا الموجود هون معرفة غير مسبقة أو بدون معرفة مسبقة، إذا هو spontaneous decision، قرار لحظي، قرار عفوي بدون تخطيط مسبق، فبستعمل will. زي لما يدق باب البيت فشو بنقول إحنا؟ I will open the door، ولا بقول I am going to open the door؟ لا بنقول I will open the door، لأنه هلا دق الباب بدون ما أخطط أنا إني رح أفتحه، هلا دق وهلا أنا قررت إنه أنا رح أفتح الباب، فإذا I will open the door، ما بقول I am going to open the door. طيب بالمقابل إذا رقم اثنين بدي نوصل مع رقم اثنين تحت، بالمقابل going to بستعملها لما يكون في عندي plans، لما يكون في عندي خطط، وهاي الخطط يعني هلأ بقولوا لنا أنه في عندي تخطيط مسبق، يعني في عندي معرفة مسبقة، فإذا أنا هون رح أستعمل going to ما رح أستعمل will، تمام؟ طيب هلأ not in the near future هلأ بقول لكم شو قصتها. طيب اذا الفرق ما بين ويل وجوينج تو، اذا عرفت استعمالات ويل، العكس من ويل هو عباره عن جوينج تو. جوينج تو الملخص طبعا انه انا عندي معرفه مسبقه للاشياء، في عندي تخطيط مسبق، في عندي دليل مسبق، في عندي يعني عن علم بحكي الشغله، مش عفوي ولحظي زي لما استعملنا مع ويل. بدنا نراعي شغله انه انا من الاشياء اللي بتدل على ويل كمان اني استعمل كلمه اي ثينك، كلمة I hope،
وكمان كلمة I promise برضو المفروض إنه أنا ضفتها هون كأنها ما كان معمول سيف لها، بس مو مشكلة بتقدروا أنتم تضيفوها، إنه أستخدم كلمة I promise، I hope، أأمل، أوعدك، أعتقد، perhaps معناها ربما، probably نفس الشيء، maybe معناها يمكن، أي إشي هيك فيه عدم تأكيد وما فيه مش مبني على إشي أكيد، زي كلمة أنا أعتقد، أنا بحكي لك رأيي الشخصي صح؟ فأنا لما بحكي رأيي الشخصي فعليا أنا ما عندي دليل، هذا رأيي. لما أقول لك أنا أأمل أو أنا أوعدك، هذا إشي رح يصير بالمستقبل بس احتماليته ضعيفة، أو ممكن يصير ممكن لا، بس ما في اعتماد على دليل، ما في معرفة مسبقة وواضحة. فإذا هاي الكلمات من الأشياء اللي بتدل لي على ويل، عشان هيك هي انحطت أو أنا حطيتها بالمنطقة تبعيت ويل بهاي الطريقة. طيب نيجي على باقي أنواع اللي هو الفيوتشر سمبل، حكينا عن ويل، حكينا عن جوينج تو، هم عكس بعض فعليا. طب في شيء بيشبه جوينج تو اللي هو الاي ان جي مع الفيرب تو بي، بيشبهوا كثير كلمه بيشبهوا كثير الفورم جوينج تو. جوينج تو اخرها اي ان جي، قبلها فيرب تو بي، الاي ان جي لحالها قبلها فيرب تو بي بتشبه جوينج تو. طيب هلا مش راح اتفاجئ اذا لما اجي اعرف انه جوينج تو واي ان جي لحالها مع الفيرب تو بي بيشبهوا بعض بالاستعمال. جوينج تو بستعملها للبلاننج للتخطيط، واي ان جي مع فيرب تو بي قبلها برضه بستعملها للتخطيط، فاذا انا ما رح اتفاجئ انهم اصلا فيهم شبه كبير وبستخدمها للاشياء المسبقه المخطط لها كذا. اذا شو الفرق بيناتهم؟ كيف انا بدي اميز بينهم كطالب؟ وانتبهوا انه ها هدول التنين اللي هي جوينج تو اي ان جي لحالها لغايه الان ما جابوها بالامتحانات الرسميه الكبيره لانهم فعليا بخربطوا، حتى المراجع نفسها ما عندها راي واحد انه شو الفرق بينهم. يعني لما دورت بالمراجع وكذا ولقيت انه مثلا واحد من المراجع بيقول لنا انه going to بستعملها لما ما يكون عندي مستقبل قريب not in the near future. اذا انا بستعملها للتخطيط صح، بس مش للتخطيط اللي هو قريب، يعني احنا بنحكي عن بعد الاسبوع، يعني اسبوع واكثر هذا تخطيط بعيد not in the near future. فبهاي الحاله بستعملها انا going to. طب اذا كان عندي near future، اذا كان عندي مستقبل قريب يعني اسبوع واقل، اذا هذا تخطيط قريب، فانا راح استعمل بدون كلمه go، راح استعمل اي ان جي وفيرب تو بي بدون كلمه going to. اتفقنا؟ هلا اذا هذا واحد من الفروق اللي انا لقيتها بالمراجع. فرق ثاني لقيته اوكي من كتب البريتش كونسل كان انه بستخدم الاي ان جي اوكي لحالها بدون كلمه go بدون going to لما يكون في عندي اشخاص involved، لما يكون في عندي اشخاص جوا هذا التخطيط. يعني انتم لما تيجي تقولوا مثلا I am having a party tonight، انا الليله مخطط لحفله، انا الليله ساقوم بحفله. alright استخدمت I am having am having okay وما استخدمت going to have a party اللي هو اللي فوق. ليه؟ لانه انا بحكي عن tonight الليله وهو قريب، وبحكي والبارتي از عاده فيها اشخاص involved، فاذا التخطيط اللي فيه اشخاص وقريب رح استعمل فيه اي ان جي لحالها مع الفيرب تو بي. اما التخطيط البعيد المدى اللي هو بنحكي احنا عن اكثر من اسبوع، يعني مثلا انت لما اجي اسالك مثلا اي ام جوينج وات ار يو جوينج تو ستدي ات ذا يونيفرسيتي نيكست يير، واضح انه انا عم بسالك عن خطه لإلك في المستقبل، شو عن دراستك في المستقبل، فانت رح تقول لي اي ام جوينج تو ستدي فور اكزامبل ميديسن، طب ام جوينج تو ستدي مانجمنت او بزنس مانجمنت اداره اعمال مثلا. فإحنا هون حكينا going to لأنه أنا بحكي عن تخطيط بعيد، ما عم بحكي عن شغلة أنا مخطط لها خلال أسبوع بدي أعملها صح؟ فإذا هذا الفرق ما بين التخطيطين، يعني هون ING هون ING، بس هذا تخطيط بعيد هذا تخطيط قريب وفيه أشخاص يعني داخل التخطيط هذا، فإذا هذا الفرق ما بينهم. طيب إذا قريبين كثير على بعض going to ING صح؟ نيجي هلا على الفيرب تو بي، نوع من انواع الفيوتشر سمبل اللي هو فيرب 1. نيجي على الفيرب 1. هلا الفيرب 1 احنا متعارف عليه انه هو اسمه بريزنت سمبل او مضارع بسيط. المضارع البسيط شو قصته؟ انه انا بستعمله للعادات وللفاكتس، اوكي؟ بستخدمه للهابتس، بستخدمه للفاكتس اللي هي الحقائق، وبستخدمه للعادات، اوكي؟ الاشياء الثابته الحقيقيه اللي اكيد رح تصير سواء كانت علمية أو عادية بحياتنا، بدي استخدم simple present أو مضارع بسيط. الأشياء اللي هي فيها عادات، الإشي لما يصير عادة دائما بيحدث خلاص بيصفي إنه زي بيشبه الحقيقة صار. هاي قصة ال present simple صح؟
طب شو علاقتها بفيوتشر بكلمة فيوتشر؟ إلها علاقة. هلا الفيرب 1 من استخداماته غير انه هو انا بستعمله للعادات وللحقائق، بستعمله للفيوتشر سمبل، للمستقبل البسيط. بس عشرت اي مستقبل فيهم، المستقبل اللي فيه تخطيط هون، المستقبل لتخطيط قريب، مستقبل لتخطيط بعيد، مستقبل بدون دليل واراء شخصيه وعفويه. لا، احنا بنحكي عن مستقبل scheduled او time tabled، بسميه scheduled او time tabled. يعني انا بحكي عن حدث راح يصير بالمستقبل، هذا الحدث scheduled او time tabled او محطوط بجدول زمني ثابت. alright، طبعا هذا الجدول الزمني انه بده يتحقق بالمستقبل. يعني مثلا انا ما بحكي عن موعد ثابت في مع اصدقائي مثلا، لا، انا بحكي عن موعد ثابت مثلا ل restaurant، مطاعم. اوكي، بنفتح احنا صفحه الفيسبوك مثلا على مطعم، بنلاقي انه المطعم هذا كاتب معلومات عن حاله انه انا opens and closes at مثلا 8 p.m. بيسكر على الساعه 8 بالليل مثلا. فاذا احنا لما بنحكي عن مواعيد ثابته لجهات رسميه زي مطاعم، زي مثلا ايربورتس، مطارات، احنا بنحكي عن فلايتس او اللي هي رحلات جويه. لما بنحكي عن مواعيد دكتورز، لما بنحكي عن مواعيد تي في بروجرامز، انا موعد برنامجي بيجي على الساعه 8، بقول مثلا ماي تي في، ماي بيست تي في شوز كمز ات، بستخدم انا فيرب 1. ولاحظوا ان الفيرب 1 اذا كان معه اس بده يكون لما بحكي عن مفرد، فيرب 1 بدون اس بنحكي عن جمع. صار عندكم خبره اظن بهذا الموضوع من اليونت 1. طيب، فاذا انا عندي موعد ثابت لجهات رسميه، انا ما بحكي عن موعد مع صديقي، لا، انا بحكي عن جهات رسميه زي مدرسه، زي مطاعم، زي طيران مثلا، زي دكتورز، زي فيستيفلز. مثلا ممكن يكون فيستيفال او اللي هو يعني اللي هو المهرجانات مثلا. فاذا هاي مواعيد ثابته. من المواعيد الثابته اللي اجت مثلا بالامتحانات، كان هذا مثال موجود بكتاب اول ثانوي مثلا. خلينا نبلش ناخذ شويه امثله. فكانت من المواعيد الثابته فرضا على اللي وردت بامتحانات الوزاره فرضا، كان اللي هو اوريكم على اسئله الوزاره دايركتلي، اورجيكم كيف الموضوع هذا. مثلا مثال اللي هو نمبر 2، اوكي، كان وقتها correct the verb between brackets، انه انا عندي verb وانا مطلوب مني انه انا اصحح هذا الverb، ما في اختيار من متعدد. كان وقتها ب 2017 هذا الحكي. عيد الاضحى is a celebration، هو عباره عن احتفاليه مناسبه، that on the 10th of the hijjah according to the islamic calendar. هلا هذا عيد الاضحى احنا متعارف على انه هو مناسبه، انه موعد موجود بشكل رسمي، اوكي، وين؟ بالاسلاميك كالندر، يعني هذا موعد زمني ثابت، تمام؟ موعد زمني ثابت. طيب، هلا هذا الموعد الزمني الثابت، الطالب وقتها بالامتحان كيف فكر؟ فكر انه هو موعد زمني ثابت مستقبلي، بده يجي لسه عيد الاضحى. فهو بالمستقبل بده يصير هذا الموعد الثابت، اوكي؟ هو تايم تيبلد، يعني محطوط بشكل ثابت واكيد راح يصير وفي المستقبل وكذا. فاذا هون الطلاب كيف فكروا؟ قالوا begins. احنا بنحكي عن عيد اضحى واحد مفرد، فهون الجواب كان begins. طيب، الطالب اللي فكر انه عيد الاضحى شيء عادات عند المسلمين وشغله راح تصير دائما عند المسلمين، احنا بنحكي عن عاده، alright. فاذا حطوا برضه begins. فالجماعه اللي فكرت انه هذا مضارع بسيط عادات زبطت معهم وطلعت begins. الجماعه اللي فكروا انه هو عباره عن موعد ثابت في المستقبل زبطت معهم وحطوا begins. فكان هذا واحد من الامثله على هاي الرول. فاذا بجيبوا فيرب 1 على اساس انه طبعا هاي الاجوبه موجوده تحت begins بهاي الطريقه، تمام. اذا هاي جاوبناها. اوكي، ناخذ امثله ثانيه. مثلا فرضا ناخذ بس مثال من حضر فوق. فرضا لما انا اجي احكي عن هاي الجمله، حلو، لما اجي اقول عن نمبر 3، ناخذ نمبر 3. I need some fresh air. انا بحاجه لبعض الفريش اير، اوكي، انا بحاجه لبعض الهواء النقي. ف
فلاني هلا انا مخنوق وحابب وبحاجه لهواء نقي، شو قلت؟ شو استخدمت؟ قلت I will walk home. واضح انه انا بحكي عن وضع حالي، بدي بناء على الوضع الحالي انا بدي اقرر، فقلت I will walk home. حكيت انه انا سوف امشي للبيت. اوكي، هذا قرار لحظي، ما بدون تخطيط، بدون معرفه مسبقه. انا هلا انا بحاجه للفريش اير، بدون ما اخطط انه انا بحاجه للفريش اير من قبل، صح؟ فاذا I will walk home هون اضبط شيء كان من الخيارات الكثيره الاربعه. احنا نحكي عن اول اربع خيارات من فيوتشر سمبل، اللي هم بس اول اذكركم فيهم، اللي هم will, going to, ing لحالها مع الverb to be تبعها، او verb one. احنا نحكي بس عن الاربعه هذول. الفيوتشر كونتينوس والفيوتشر بيرفكت لسه ما حكينا عنهم، بدنا ناخذ الامور بالتدريج. طيب لما اجيت انا قلت مثلا نمبر 2، نشوف نمبر 2. Our costs were too high last year. تكاليفنا كانت كثير مرتفعه السنه اللي فاتت. This year هاي السنه we are going to reduce our costs. هاي السنه احنا مخططين انه نقلل من التكاليف. طبعا احنا في عندنا اشياء معينه بتدل على الفيوتشر، زي كلمه this year، زي كلمه next year، زي كلمه tonight، وهدول القصص رح نجي لهم طبعا نحكي عنهم. طيب هلا بما انه تكاليفنا مرتفعه هاي السنه، فاذا احنا في عندنا تخطيط ولا انا قررت بشكل لحظي، قررت هيك بشكل عفوي والله يلا نقلل تكاليفنا؟ لا، احنا بنحكي عن شركه، بنحكي عن اشياء رسميه، بنحكي عن اشياء فيها تخطيط مسبق. فاذا ار جوينج تو، المعنى العام للجمله ما بيستحمل او ما بيزبط معه شيء لحظي او والله قرار عفوي. طيب اذا هاي كانت بالنسبه لجوينج تو، ولاحظوا كيف ريديوس مجرد فعل مجرد، استخدمت ار لانه في عندي وي جمع. تمام، نشوف نمبر 5. The restaurant opens. Okay, the restaurant opens at 19:30. اللي هي 7:30 tonight. Tonight طبعا من دلائل المستقبل، فالطالب اول ما يشوف كلمه tonight بيعرف انه هو بزمن المستقبل وهكذا، فبيبلش عقله يسترجع اللي هي مين، اللي هي الانواع هاي كلها اللي هون، فبده يستقر بالاخر على الفيرب 1. ليش؟ لان انا بحكي عن موعد ثابت لا ريستورانت او لا مطعم، فطبيعي انا شو استخدمت؟ فيرب 1 اللي هو opens، وريستورانت عندي اياه مفرد، ف opens at 19:30 tonight. انا بحكي عن مواعيد ثابته لهذا الريستورانت، تمام؟ في المستقبل، يعني هو موعد ثابت، وممكن اذا اعتبرتوها عاده لهذا المستقبل بتزبط، فرح تزبط معكم. فاذا انا كاني عم بقول لكم انه تايم تيبلد appointments، المواعيد الثابته في جدول، كانها عادات. ففعليا انتم رح يخطر على بالكم التنين على فكره لما تقراوا جمل بهذه الطريقه. لما حكينا عن جمله عيد الاضحى برضه، لما نحكي عن الريستورانت او المطعم، هو فعليا عاده عم بتصير عند الريستورانتات كل يوم انه على 7:30. فانا بحكي عن عادات وبحكي عن جدول زمني ثابت، فالتنين بصبوا بنفس الناحيه. طيب شوفوا نمبر 6 هلا. لما نقول I am meeting Jim at the airport this evening. أنا رح أقابل، سوف أقابل Jim في المطار هذا المساء، تمام؟ هلا am meeting، أوكي؟ طبعا اختصار ل I am، حطيت فاصلة بدل الـ A لأنه اختصار وهكذا. إذا I am meeting Jim at the airport. ليش؟ طبعا أنا عندي this evening دلالة على الـ future، من دلائل الـ future يعني التايم اكسبريشنز، او اللي هي دلالات الكلمات المفتاحيه، خلينا نقول في ناس تحب تقول عنها كي ووردز لهذا الزمن. هلا ليش ما قلت I will meet Jim؟ ليش ما قلت I am going to meet Jim؟ اذا قلت I will meet Jim يعني انتم هنا قرار لحظي وقرار شخصي، انه انا مثلا او راي شخصي انه انا بدي اروح اقابل Jim بالايربورت. لا طبعا، احنا بنحكي عن ايربورت، بنحكي عن شخص بدي اروح اجيبه من المطار، يعني واضح انه انا مخطط انا والشخص هذا انه انا وياك نلتقى هناك. فالتخطيط هذا يا ترى هل هو بعيد المدى ولا قريب المدى؟ قريب المدى، المدى، لانه this evening بتدل على انه قريب المدى. طيب الشغله الثانيه، هل في اشخاص involved؟ هل في اشخاص يعني بموضوع التخطيط هذا؟ طبعا، ولا بس انا؟ لا، في اشخاص، في عندي جيم، في انا وفي جيم. فاذا لما يكون شيء بعيد المدى، لما يكون في اشخاص في هذا التخطيط، فاذا am plus ing رح تزبط. عشان الامانه في مصادر ومراجع بتقول I am going to meet Jim at the airport، يعني في مصادر بدي اقول لكم
برضو بتقول انه بصير going to للاشياء القريبه، بصير مثلا going to للاشياء البعيده بنفس الوقت. فاحنا عشان هيك اظن بالامتحانات ما بيجيبوا هاي الحاله اللي هي plus ing، الا طبعا اذا كانت خيار من متعدد وكان مجبر، يعني كان كثير واضح انه انا استعملها، لانه بتخربط مع going to. في مراجع بتقول بصير استعمل going to للتخطيط بهاي الطريقه سواء كان قريب او بعيد. طيب فاذا الواضح من نمبر 6 انه هذا الشيء. هلا نيجي على نمبر 7. I want to go hiking tomorrow. نوع انواع الرياضه وهيك. tomorrow I really hope it won't rain. اتامل انه انا انها ما تمطر. لاحظوا كلمه هلا tomorrow بتدل على المستقبل. hope من الاشياء اللي حكينا بتدل على، بس خليني اورجيكم وين هي hope. حكينا عن hope هيها، حكينا عن hope انها من الاشياء الكلمات اللي بتدل على will plus infinitive، لانه بحكي انا عن إشي عفوي وانا بحكي عن امال، بحكي عن اشياء انا مو متاكد منها وما عندي معرفه فيها او ما عندي معرفه مسبقه فيها، فاذا انا رح استعمل هوب لو ويل بالاخص. فعندي دلاله مستقبل وعندي هوب بالاخص، فانا رح اقول ويل بلس انفينيتيف صح. فانا اتامل انها ما راح، لا سوف لن تمطر. فاذا هون سوف لن تمطر اوكي، اختصار ويل نوت هي want بهالطريقة. want لاختصار will not مع المجرد، لأنه أنا بحكي عن إشي، بحكي عن آمال، بحكي عن رأي شخصي، بحكي عن إشي أنا ما عندي معرفة مسبقة فيه ومش متأكد منه. طبعاً نيجي على number 8. the weather forecast هي المثال المشهور اللي دائماً بيجي للطلاب أو دائماً بيجي بالشرح للطلاب. the weather forecast اللي هي الأرصاد الجوية okay. التنبؤات الجوية يعني اللي بنشوفها على التي في وعلى الويب سايتس وهيك. said it's going to rain this evening. حكوا انه this evening اشارة للمستقبل هاي انها رح تمطر هذا المساء. المساء هذا رح تمطر اوكي. فاذا بس انا هون لانه في weather forecast هاي دلالة على انه في معرفة مسبقة، دلالة على انه انا ما بحكي من عقلي وما بحكي رأيي الشخصي وما بحكي عن قرار لحظي، لا أنا بحكي عن إشي مسبق وتخطيط وعندي evidence من قبل. فإذا هون is going to rain ما رح أقول will rain. إذا هدول كانوا أمثلة هيك سريعة على الأربع أنواع الأولى من the future: will, going to, ing و verb 1. بيضل علينا الأنواع الباقية، النوعين الباقيين اللي إجوا وردوا بـ unit number 3 اللي هم will be plus ing will have plus verb 3. اوكي بدنا نميز انه انا عندي الاولى will مع مجرد، بس هون انا عندي will be ثابته اوكي. will be ثابته، بعدين راح احط ing بعدها شو ما كان الفيرب المطروح، وعندي هون will have ثابته، بعدين راح احط past participle او الفيرب 3 اللي هو الخانه الثالثه من الافعال بعد will have. طيب كيف اميز بيناتهم؟ سهل. بس قبل هيك حابه اقول لكم انه هدول اللي بالبوكس اللي موجودين هون مثلا tomorrow next هدول الكلمات okay. tomorrow next tonight this evening in 2030 يعني اي سنه اي زمن بالمستقبل، كلمه soon، كل هاي الكلمات بتدل على مستقبل. اي دلاله اي كلمه مفتاحيه بتشوفوها وبتدل على مستقبل، اذا انا بالتايم لاين انا بمنطقه المستقبل. إذا هاي دلائل عامة ما بتدل ولا ما بتدل على أنواع معينة من الفيوتشر، لا هي بتدل على كل أنواع الفيوتشر تمام؟ طيب هلا نيجي على الفيوتشر كونتينوس اللي هو will be plus ing، والفيوتشر بيرفكت اللي هو will have plus verb 3. يا ترى شو الفرق بالاستعمال بينهم قبل ما أجي على اللي هي الكلمات المفتاحية؟ قبل ما أتطرق للكلمات المفتاحية او اللي هي التايم اكسبريشنز اللي عاده الطلاب بيكونوا يدوروا عليها بالامتحانات وهيك، وطبعا معهم حق يعني عشان يقدروا يميزوا. قبل هيك يا ترى متى استعمل will be ing؟ شو يعني will be ing؟ اصلا will be ing معناها بالعربي سوف اكون عم بعمل شيء في المستقبل عند نقطه معينه. سوف اكون عم بعمل، سوف اكون عم بعمل شيء بشكل متحرك بشكل مستمر عند نقطه معينه في المستقبل. طب شو يعني will have plus ing plus verb 3؟ معناها سوف أكون قد أتميت فعل معين عند نقطة معينة، سوف أكون قد أكملت فعل. هون سوف أكون
will be ING سوف أكون عم أتمم، يعني لساتني عم بشتغل بهذا الشيء بالمستقبل. أما هون will have a plus verb 3 معناها سوف أكون قد أكملت وتممت فعل معين بالمستقبل. طيب عشان هيك إحنا قلنا عن will be plus ING future continuous هي عبارة عن continuous action in the future. بكون أنا فعليا in the middle of something، أنا ما تممت لسه، أنا لساتني بنصه. تمام. Will have plus verb 3 بحكي عن أشياء completed. Alright. رح تكون will be completed، رح تكون أتمت، رح تكون اتممت واكتملت عند نقطة معينة في المستقبل. فهون أنا بحكي عن شغلة عدم انتهاء لهذا الفعل في المستقبل، وهون بحكي عن انتهاء لهذا الفعل وهكذا. طيب عشان ما نخربط بينهم وبين الأربع أنواع الأولانيين اللي حكينا عنهم للفيوتشر سيمبل، في كلوز معينة طبعاً للفيوتشر كونتينيوس وللفيوتشر بيرفكت. Future continuous بيحكي عن at this time، at مع وقت، كلمة at مع وقت، at this time مثل next year، at this time tomorrow whatever. At وجود at إحنا بنحكي عن كتابنا بالذات، وجود at okay دليل إلي إنه أنا بدي أستعمل will be plus ing. هلا in برضو هذا ال preposition in preposition in okay برضو أنا عندي at وعندي in برضو مع زمن مستقبلي in 2 years time in 3 weeks time برضو أشياء بتدل لي على عدم اكتمال الفعل وإنه أنا رح أكون في منتصف هذا الفعل فإذا رح أستعمل will be plus ing. كلمة still برضو still معناها لا يزال، واضحة لا أزال، سوف أكون لا أزال أفعل شيء، فإذا أنا هنا عدم اكتمال للفعل عدم انتهاء له رح أستعمل will be plus ing. all كلمات زي all during all معناها طوال، مش كل معناها طوال، نحكي عن مدة زمنية إحنا هون. during خلال، from to معناها من وإلى، من هاي الفترة لهاي الفترة، في خلال هاي الفترة أنا كنت عم بعمل شيء، فإذا from it لا from مثلا Saturday to Thursday، من يوم السبت للخميس، إذا أنا بحكي عن فترة جواتها أنا كنت عم بعمل فعل غير مكتمل. إذا هاي دلائل واضحة نوعا ما لاستخدام will be plus ing. طيب will have plus verb 3 متى أستعملها؟ يعني كيف بدي أعرف إن الفعل عندي مكتمل؟ ممكن المعنى يقول لي إنه أنا في عندي شغلة مكتملة. طبعا من أبرز الأشياء اللي بتدل على اكتمال ال future perfect اللي هو وجود by for، وعندي ال preposition in مع كلمة time طبعا تشبه مين؟ تشبه اللي فوق. هون أنا بدي أعتمد كتير على المعنى، بدي أعتمد على وجود دلائل تانية عشان أفرق ما بينها وما بين will be plus ing. إذن وعندي this time بالنسبة لكتابنا كتير حكى عن هذا الإجاب will have a plus verb 3 مع كلمة this time، يعني في هذا الوقت السنة القادمة أنا سأكون قد أنهيت فرضا سنة أولى جامعة، فرضا my first year at the university فرضا. طيب إذا هاي دلائلي، وجود by أو for بدلولي على الفيوتشر بيرفكت على شرط واحد، إنه أنا يكون عندي دلائل تانية للمستقبل زي هدول مثلا tomorrow next tonight this evening. ليه؟ لأنه أنا عندي كلمة by وكلمة for من دلائل البيرفكتات التانيين، يعني من دلائل البيرفكت التانيين زي مين؟ زي الباست بيرفكت. by بدل على الباست بيرفكت، فكيف بدي أعرف إنه أنا past perfect أو past future أو future perfect أسفة؟ كيف بدي أعرف؟ لما يكون في عندي time in the future. هاي الشغلة كتير مهمة أنا أعرفها. by بس عشرت يكون معها إشي مستقبلي، إذا أنا في منطقة the future بدي أستعمل will have plus verb 3. أما إذا كان عندي by بس بدون time بال future وعندي أشياء بدي الماضي، إذا أنا شو بدي أستعمل؟ فإذا زي ما اتفقنا إنه by أو for لأنهم دلائل مشتركين ما بين الـ past perfect وما بين الـ future perfect، بقدر أميز إنهم للـ future perfect إذا كان معهم زمن بالمستقبل وهكذا. طيب هلا عشان بس نقدر ناخد مثال على التنين ونقدر نميز، يعني مثلا إحنا خلينا نروح دايركتلي على أسئلة الوزارة ونشوف كيف الأمور. مثلا بالوزارة أجيكم كيف بس
تمام. لو اجينا طلعنا على مثلا ناخذ السنوات اللي كان يجي فيها الاجوبه correct the verb between brackets، كان لازم انا اللي اجيب الجواب واحطه بدون ما يكون عندي خيارات واشوفهم وانا ابنهم. فمثلا كان في عندنا ب 2000 وفرضا خلينا ناخذ 2016، شوفوا هاي السنه في بدايات الكتاب الجديد وهيك، شوفوا كيف عملوا. اول شيء الطالب لما طلع على هالجمله، يعني اقول لكم كيف فكروا الطلاب. اول شيء كطالب انا كيف بدي افكر؟ next month من الدلائل اللي بتدل لي على الفيوتشر، صح؟ فاذا انا هاي اول شغله بدي احطها في بالي. يعني انا بدي اعرف حالي وين على الخط الزمني، هل انا في الحاضر الان ولا انا في المستقبل ولا انا شيء بعيد وماضي. فاذا انا هلا في المستقبل next month. اوكي our family. اوكي هلا شو حاطين هون؟ in this house for a year. كمان في عندي اذا next month، وهي النقطه اللي كنا نحكي عنها، انا عندي كلمه for من دلائل الباست بيرفكت ومن دلائل الفيوتشر بيرفكت. طب كيف بدي اميز؟ يعني هي من دلائل الاكثر من نوع من بيرفكت، في عندي باست بيرفكت، في عندي بريزنت بيرفكت، وفي عندي فيوتشر بيرفكت. اذا كيف انا كطالب ميزت انها للفيوتشر بيرفكت بسبب وجود next month. فاذا next month our family will have lived، طبعا هي الجواب موجود تحت، will have lived in this house for a year. وعندي كمان كلمة for من دلائل الperfect مش future continuous، لا، لأنه بسبب وجود for، مع العلم إنه next month بتزبط مع الfuture continuous، بتزبط مع will مع مجرد، بتزبط مع going to، صح؟ بتزبط مع verb one مثلا. فإذا هي بتزبط مع كل أنواع الfuture، بس شو الإشي اللي قال لي إنه أنا بأي نوع بالضبط؟ هو وجود for. لاحظوا طبعا كان وقتها انه هاف لما توجد بالقوس وقتها بالبراكت، انه خلاص على طول بيعرفوا انه يعني خلاص انه هاف ليفد، هاف ليفد بدها تصفي. يعني كثير كان سؤال سهل وقتها. اوكي ممكن يجي هذا النوع من الاسئله على شكل اختيار متعدد، وراح يكون انه معرفته ان شاء الله انها تكون سهله طبعا. اوكي مثلا عندي نمبر 4 هون، طلع كيف هالجمله برضه ب 2016. Will you، هذا موجود على شكل سؤال بسبب وجود ال question mark بالآخر، بسبب وجود فعل بالبداية، بعدين إجا subject. فإذا أنا طبعاً فعل مساعد إحنا بنحكي، بعدين إجا subject، فإذا أنا هون صيغة سؤال واضح. إذا أنا بدي بالفراغ أحط هلا السؤال الجواب آسف. طيب إذا will you okay your homework by 7 o'clock. هلا باي من دلائل past perfect، من دلائل future perfect. شو اللي حكى لي انه انا بمنطقه الفيوتشر؟ وجود ويل مثلا. يعني هلا هم جماعه اللي الجماعه اللي بتحط الاسئله فاهمه انه الطالب كيف ممكن يفكر؟ هل راح يفكر هاي الجمله past perfect ولا راح يجرب يفكر انها future perfect؟ طبعا هي future perfect بسبب وجود ويل. هلا 7 o'clock ممكن تكون زمن بالماضي، ممكن تكون زمن بالمستقبل، بس كلمه ويل قالت لي انه 7 o'clock o'clock فعليا هي زمن بالمستقبل. باي من الدلائل اللي بس بتدل على الفيوتشر بيرفكت. فاذا انا هون will you have done، have done اذا رح يكون انا جوابي. انتم شايفين هون will you have done بسبب وجود باي، تمام هيك؟ نيجي على مثلا نشوف نمبر 4 هون. In 30 years time، شوفوا كيف. In 30 years time scientists a cure for cancer، رح يلاقوا علاج للكانسر. 4 هون مش 4 معناها لمدة، هاي مش دليل، 4 معناها هون لي له، يعني رح يلاقوا علاج للكانسر، هاي مش مدة. 4 عادة تبعية البيرفكت، 4 المعروفة للبيرفكت بيكون بعديها فترة زمنية، تمام؟ مش فور معناها لي لأجلك، لي، تمام؟ اوكي، إذا هاي فور مش دليل أبداً، أنا ما راح أطلع عليها. هلا إن 30 years إحنا اتفقنا عن حرف الجر إن، لما يكون في معه زمن بهاي الطريقة، اوكي؟ إن 30 years time إحنا حكينا شو؟ راح يكون في عندي اللي هو بس أول خليني أذكركم. هاي. إن مع تايم وان مع تايم، شو حكينا؟ حكينا انه ان مع تايم ممكن استعملها لل will be plus ing،
وحكينا انه ان مع تايم ممكن استعملها لو ويل هاف بلس فيرب 3، يعني هي بتزبط على الاثنين. طب بهاي الحاله انا كطالب كيف بدي اميز وكيف بدي اعرف انه انا لازم استعمل ويل هاف مش ويل بي؟ خلينا نشوف كيف انا كطالب. هلا انا عرفت انه انا بمنطقه المستقبل، وانا يا اما بدي اكون ويل بي اي ان جي، يعني ويل بي الفعل فايند، ويل بي فايندينج، ولا ويل هاف فاوند. هلا بدنا نشوف فاوند لحالها فعل ماضي مع الكلو اللي هو ان 30 years time. صراحة هاي مش من دلائل الماضي. فاوند هي عبارة عن verb 2، وان 30 years time مش من دلائل verb 2، مش من دلائل الماضي البسيط. فايند عبارة عن verb 1. verb 1 بحكي عن عادات، عن حقائق. ان 30 years time مش من دلائل الحقائق والعادات، مش من دلائل verb 1. فإذا أنا رح أستثني found ورح أستثني find، بضل عندي two options. هل رح أستعمل أنا will have found، ولا رح أستعمل be were finding؟ يعني هل العلماء كانوا عم بلاقوا علاج للسرطان خلال 30 سنة؟ العلماء كانوا عم بدوروا على علاج للسرطان. إذا where plus ing اصلا انا كطالب بعرف ودارس انه انا مثلا من دلائل هذا الزمن where و ing او was و ing اللي هو الماضي المستمر، بحكي عن نقطة معينة بالماضي كنت مستمر فيها بالماضي، كنت استعمل while، كنت استعمل when، كنت استعمل as، صح؟ اذا هدولاك كانوا دلائل على where plus ing. انا ما عندي هدول الدلائل، يعني هدول ما عم بيقولوا لي انه انا بهذا بالتايم لاين اللي هو تبع where و finding. الإشي الوحيد اللي ضل عندي اللي هو will have found، وانتم اللي دارس منيح بيعرف انه هذا الدليل in 30 years time، in مع time وجواتهم زمن، اوكي، بيعرف انه هاي من دلائل الـ future perfect. فالطبيعي انه رح يكون عندي الحل اللي هو مين؟ will have found. will have found هو الحل لهذا السؤال، هذا سؤال وزاري مثلا، تمام هيك؟ اوكي. ناخذ بس بدي ارجع لفوق للاشياء اللي ما حليناها مع بعض. كانت الجمله الاولى by the time، انا هون هلا by the time you arrive، بالوقت اللي بتوصل فيه، تمام، we will have finished the meal and the speeches، رح نكون خلصنا وجبتنا، رح نكون خلصنا خطاباتنا وحكينا والحكي هذا. بسبب وجود باي انا حطيت will have finished. وكمان في شغله ثانيه انه بالوزاره عاده لازم يحط لي باي will بالبدايه عشان انا اميز انه انا باي هون يعني future ولا لا، صح؟ طيب هاي شغله. الشغله الثانيه بدي الكل ينتبه عليها، باي مع فعل اول او مع فعل مضارع، ما عندي افعال ماضيه، انتبهوا. انا عندي arrive عباره عن verb 1، الverb 1 لما اشوفه مع باي اذا انا بمنطقه الفيوتشر. إذا لقيت هون verb 2 يعني أنا قلت by the time you arrived قلت هون فعل ماضي، إذا أنا مستحيل أستعمل will have finished، رح تصير had finished، رح تصير يعني كيف بدي أقول لكم، رح تصير ماضي تام، أوكي؟ ليه؟ لأنه أنا عندي دليل مثلا arrived مضارع ماضي. إذا أنا ما عندي ماضي، عندي arrived verb 1. ما أقول لكم كيف تدرس الموضوع؟ هلا by the time you arrive كذا 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 الى الاخر، ما عندي ولا اي دليل بدل على ماضي. طلعوا by the time you arrive ما في ماضي لغايه هلا، we the meal and the speeches ما في ماضي. اذا ما عندي اي دليل على الماضي، اذا انا راح ابعد عن had plus verb 3، راح احط future will have plus verb 3 اللي هي will have finished. طيب في كمان جمله ما حليناها اللي هي نمبر 4، I think okay they will be missing me very much next year. هون الجملة مو كتير واضحة، يعني أنا لو إجتني هالجملة بالامتحان إذا لعبولي بالأوبشنز ممكن تكون واضحة، يعني في أوبشنز ما رح تزبط هون، يعني إذا حطولي verb 1 ما بتزبط لأنه في next year، إذا حطولي verb 2 مع next year ما رح يزبط. فإذا أنا هون إذا يعني ممكن أستدل على هالجملة من طريقة الأوبشنز اللي حاطينها، بس بشكل عام بشكل عام الجملة بتعني إنه أنا هم راح يفتقدوني اوكي السنه اللي فات الجايه بهذا الوقت، وهم ما راح يكونوا انتهوا من هذا الفقدان، راح يكونوا مستمرين فيه الى اخره. فاذا هاي جمله معينه.
مش واضحه كثير. خلينا نقول نعترف انها هي مو واضحه كثير، وان شاء الله انه ما بيجيبوا مثل هالاشياء بالامتحانات انه بشكل غير واضح. بدنا نعلق كمان مره على، بما انه احنا بنفس الموضوع، نشوف نمبر 2 هون. نبلش بنمبر 1 يعني برضو مو غلط. Cork the verb between brackets. في عندي old lady وعندي young man عم بيحكوا مع بعض. عندي الفعل help بدي استعمله help. Old lady بتقول oh these bags are so heavy. Young man ايش عم بيقول؟ wait a second I to carry them. هلا young man بالنسبة له هلا بده يعمل the future، هلا قرر يعمل the future المستقبل، الفعل المستقبل اللي بده يعمله هلا قرر انه يعمله، فهو اشي لحظي اشي مش مخطط له. فاذا انا رح استعمل الجواب اللي هو will help. تمام. طيب شوف نمبر 2 عندي هون انا صيغه سؤال مع الفعل read. نسطر شوي حتى نقدر نشوف كل جمله. تمام. اوكي اذا انا عندي الفيرب read بدي استعمله. نشوف واضح انه صيغه سؤال لانه الافعال جايه حوالين السبجكت وهكذا. اوكي alright. You every magazine in the waiting room by the time you see the dentist. Okay. By موجودة عندي دليل. Okay. By the time you see the dentist. هلا ما عندي أي إشي بدل على ماضي، كله سي فعل verb one مثلا. فإذا by ما عندي أي دلالة على ماضي، إذا أنا هون بدي أستعمل future perfect. فإذا will you have read. بدنا ننتبه على شغلة كتير منيح، لما يحط لي subject بين فعلين، قصدي بين فعل مساعد بين فعل رئيسي، الأفعال الرئيسية كلها بتتكون بفراغ واحد، الفعل المساعد لحاله بفراغ. تمام. سواء كان عندي هون فاعل أو أحيانا بيكون adverb. عرفت كيف؟ يعني مثلا يعني adverbs مثل أشياء معينة زي recently فرضاً، lately والأشياء هاي، أو just هدولي، أو always often، كلهم هدولي adverbs ممكن إحنا نستعملهم بالجمل بشكل عام. هلا سواء المهم إذا تفرق الفعل المساعد اللي هو بالمنطقة هاي أوكي عن الفعل الرئيسي هون أوكي، لازم ننتبه إنه بس الفعل المساعد لحاله، واي فعل رئيسي اي فعل فعلين بنحطهم كلهم بمنطقه واحده بعيد عن الفعل المساعد. تمام. لانه اذا انا جاوبت وحطيت مثلا هون حطيت will have you read خطا طبعا، حتى لو جوابي صحيح بس انه انا والله خربطت باي فراغ هون بينحسب لي خطا، فانا بدي انتبه كثير منيح. تمام. شو الصح؟ will بعدين have read لحالها بالفراغ الباقي. هلا نيجي على طبعا هي الجواب زي ما قلت لكم انا الجواب هي موجود well have read. شوف هلا نمبر 3 what if we visit your parents tomorrow at 3 o'clock what will they be doing. هلا هون انا اصلا كيف سالت، طلع كيف سالت صيغه السؤال تبعي what will they be doing، يعني انا اصلا عم بسال بالfuture continuous well be will be ثابتة مع ال ing اللي هو doing. اوكي okay. اذا انا عندي هون future continuous، انا عم بسالك بصيغة ال future continuous، الطبيعي انه انت تجاوبني بصيغة ال future continuous، نفس نوع السؤال بده يكون الجواب. فاذا I guess they will be taking a nap at that time. وبدنا ننتبه هنا في دلائل ثانية زي at مع زمن. alright. وانا اصلا شو سؤالي what if we visit your parents tomorrow at 3 o'clock، اصلا انا عندي at وعندي معها خلينا نقول انه تايم. احنا اتفقنا انه نعمل تذكير، حكينا هون لما يكون في عندي preposition، لما يكون في عندي preposition at مع تايم معين بعرف على طول انه هم بدهم يعني استعمل future continuous او will be plus ing وهكذا. اذا هاي الجماعه اللي بيكونوا دارسين هاي الاشياء بتكون بالنسبه لهم بديهيه وسهله. اوكي فاذا شو جوابنا؟ شو بيكون جوابنا؟ will be taking. شو الجواب؟ will be taking. اوكي. هلا نمبر 4
I work, طبعا عندي فعل work. احنا هون هلا. Number four. I will be working from 9 to 6. انا عندي هون from 2. From و 2. هدول دلائل. انا عندي زمن معين من الى و tomorrow كمان. Tomorrow دليل مستقبل بشكل عام للكل. بس from و 2. اوكي من هذا الوقت لهذا الوقت انا رح اكون شغال بشغله رح اكون انا مستمر فيها ما رح اكون مخلصها اوكي غير مكتمل فاذا will be working هو الصح هاي جوابنا اوكي هلا نشوف اخر وحده اخر جمله they will طبعا هون حاطين لنا will كثير بيعملوها بامتحانات الوزاره انه بحطوا لي will هيك يعني بالجمله عشان بس يسهلوا عليكم ويقولوا لكم انه انتم اصلا بمنطقه الفيوتشر فعشان ما تخربطوا مع ازمنه ثانيه they will in USA for 5 years by 2025. أول إشي أنا عندي by مع زمن مستقبلي 2025. بعدين عندي for وby في معهم دلائل مستقبلية وعندي will كمان أكثر من هيك وضوح ما في. بس شو بدي صفي عندي will have lived. طبعاً ما أرجع أكتب will لأنها أصلاً مكتوبة. فشو بس بحط have lived. تمام. That's it. يعني هدول جمل بورجيكم اياهم للجماعه اللي بتحب تتدرب اكثر على will او going to او present continuous بدكم تختاروا يعني هي ايه في لها جوابين يا 1 يا 2 اياهم هي ايه وهي بي سي دي اي وهي F وهي الانسرز يعني انتوا بس تخلصوا حال تقدروا تشيكوا حالكم تشوفوا الانسرز واي حدا بده PDF لهذا الاشي هذا الفايل بقدر ابعث لكم تمام برضو في عندي اسئله كثير يعني تدريب قد ما بدكم يعني موجود future continuous او future perfect انه الجماعه اللي بتحب تدرب اكثر على هذا الموضوع برضه في كثير اسئله بتقدر توقفوا الفيديو طبعا اكيد بديهي بتقدر توقفوا الفيديو وتجاوبوا بعدين تشيكوا على اجوبتكم هاي الانسرز في شغله حبيت انوه لها لكم بالنسبه لهاي الماده قبل ما خلص نخلص هذا الموضوع في عندنا بالورك بوك صفحه 16 اكسرسايز نمبر 6 هيك في اكسرسايز محطوط بشكل يعني مش كثير هو براكتس للسبيكينج وهيك فاللي صار انه انا حولت هذا الاكسرسايز لري رايت اوكي يعني اذا استخدمت كلمه intend to intend يعني انوي ان وخطط لي ان صح معناها انوي ان انا عندي نيه يعني انا مخطط لشغله I intend to study medicine at university فرضا لو بدي استعيد عن الشيء اللي عليه underline بشيء بيعني تخطيط واجاني بدايه للسؤال بهاي الطريقه تمام يعني احنا حلو انه احنا نتوقع انه ممكن يكون في تغيير في معنى السؤال فانتن تو هي تساوي going to تساوي سوف بمعنى تخطيط سوف اخطط لي تمام فاذا هون شو راح يكون حلي I am going to study medicine at university اذا بتقدر تغيروا go intend to be I am going to طبعا study medicine at university
نفس الشيء plan to. Plan to نفس معنى intend to، معناها أخطط لي، برضو تساوي going to. ماشي الحال؟ فإذا برضو إذا بدي أستعيد عن الإشي اللي عليه underline بإشي مناسب بدي يكون going to. طبعا going to ما بتيجي لحالها، بدها verb to be اللي هو am. فإذا لأنه في I طبعا. I am going to go abroad when I leave school. طيب في عندي كمان إشي ورد بنفس الإكسرسايز عن كلمة hope to. Hope alright. Hope من الأشياء اللي كانت دلالات على will إذا بتتذكروا. يعني أذكركم هون بها hope. Hope كانت من الأشياء اللي بتدللي على will. فإذا يعني ولا بد يعني منطلب مني إنه أنا أستعيد عن الإشي اللي عليه underline بصيغة future مناسبة. فإحنا بنعرف إنه hope to من دلائل will. فإذا I hope to return to Jordan and get a good job، فتصير I hope I will return to Jordan and get a good job. شفتوا كيف؟ يعني أنتوا ما بتقولوا I hope I am going to return. إحنا اتفقنا إنه hope من دلائل will مش من دلائل going to. فإذا I hope I will return to Jordan. Hope to تساوي will. نفس الشيء إذا شفت كلمة maybe. وهون بس خلوني أذكركم بشغلة من unit number one. ليش أنا بدي intend to plan to or hope to؟ ليش intend plan or hope؟ يعني هدولي intend، يعني بس أعملكم عليهم highlight. طيب intend hope وplan هدولي من الأفعال اللي أخذناهم باليونت نمبر 1 واللي بيجي بعديهم الفعل to مع مجرد، صح؟ بيجي بعديهم فعل to مع مجرد، ما بيجي ing. تتذكروا هاي القاعدة إنه أحط جرند ing على شكل اسم بس هو ing، ولا أحطه مع مجرد على شكل action فعل. تذكروا الكلمات، وكان في منهم كلمة afford، وafford من الكلمات اللي إجت بالوزارة، وكان يجي ولا كان لازم نحط بعديها to plus infinitive verb وهكذا. طيب plan برضو من الكلمات اللي بيجي بعديها to مع مجرد، to مع مجرد. hope من الكلمات اللي بيجي برضو بعدها to مع مجرد. فحسيت انا انه هذا الاكسرسايز بالورك بوك ممكن يكون له ناحيتين، ممكن يكون له مغزيين. مغزى انه انا عم بحكي عن intend تساوي going to و hope تساوي will، plan تساوي going to، بس كمان الناحية الثانية انه انا ممكن يكون قصدهم انه بعد هاي الافعال بدي الاقي to مع مجرد، to مع مجرد زي ما انتم شايفين. أسئلة الوزارة. Choose the suitable item. محلولين هم بس. مثلا كلمة I think من الأشياء اللي بدل اللي على will. I think humans to Mars in 2070. هلأ واضح إنه هذا زمن بالمستقبل، وأنا عندي كلمة think، وأنا بحكي عن توقع، بحكي عن prediction، بحكي عن تنبؤ. تنبؤ بدون دليل، يعني أنا بحكي عن رأيي الشخصي لأنه بسبب وجود كلمة think فهو رأيي شخصي. ما عندي دلائل ظاهرة وأشياء مؤكدة، فأنا رح أستعمل will travel. I think humans الناس البشر will travel to Mars in 2070. لاحظوا عليها 4 points، يعني شغلة مش سهلة. الباقي الخيارات رح تكون صعبة شوية، يعني خلينا نقول إنه مش في بالنا. يعني مثلا لو أخذنا we're going to travel، أصلا هي القاعدة أنتم أخذتوها بالكتاب. إحنا أخذنا are going to travel. We're going to travel احنا بنحكي عن شغله انا كنت ناوي اعملها لكن في الماضي، تمام؟ وجود 2070 مع وير ما بتزبط. لو قالوا لنا ار جوينج تو ترافل كان ممكن اشك، صح؟ بس انا ما عندي ار، انا عندي وير، بحكي عن شغله في الماضي، وانا عندي 2070 2070 بتحكي عن زمن مستقبلي. طيب هاف ترافلد انا ما راح احط بريزنت، خلينا نقول بريزنت بيرفكت، ما رح احط مضارع تام. ليه احط مضارع تام؟ ما عندي انا دلائل على المضارع التام، ما عندي already مثلا since for الاساس، ما عندي. طيب had been traveled، had been traveled هاي صيغه اول شيء past perfect، ثاني شيء هاي صيغه الباسيف من الباست بيرفكت. هل الهيومنز هم كانوا يعني تم سفرهم في 2070؟ كيف تم سفرهم؟ ما بزبط. اذا انا عندي had been traveled هاي صيغه ماضي، أنا عندي هون 2070، وأصلا هاي صيغة passive، صيغة مبني المجهول، أنا ما عندي مبني المجهول. فإذا كل هدول الصيغ الثلاث أنا لازم أبعد عنهم. كتير واضح إنه أنا لازم أحط will travel. نشوف نمبر 2.
according to Kate's schedule, بحسب جدول كيت, alright, حسب برنامجها يعني, she, okay, her business partner next Tuesday. Tuesday الجاي, طبعا next Tuesday على طول بعرف إنه أنا عندي future. Would be met مع future, no. وأنا هون أصلا هاي صيغة passive, أنا ما بدي هذا الشيء, ما عندي passive هون, ما عندي مبني مجهول, أنا عندي شيء ظاهرة هي الفاعلة. طيب هلا will be met برضو صيغة passive وأنا ما بدي passive, لأنه she أو اللي هي بتعود على كيت مش passive, كيت هي عبارة عن فاعل فعال ونشط, فهو active, هاي جملة active. طيب إذن أول خيارين ما بدي اياهم, يعني بيحكوا عن passive, أنا ما عندي passive هون. Was going to meet, طب أنا عندي next Tuesday, Tuesday الجاي أو الثلاثة الجاي, بحكي عن المستقبل. كيف بنقول was going, كانت سوف تقابل, لا أنا بحكي عن المستقبل, فإذا الماضي غير وارد مع المستقبل, صح؟ برضو هدولي الثلاثة ما رح ينفعون. مين الأزبط؟ is going to meet. واضح إنه كيت عندها schedule أو عندها مخطط معين, صح؟ عندها مخطط, يعني مخططة إنه تقابل, is going to meet, إنها تقابل her business partner next Tuesday. إذا تخطيط أنا عندي. وبالرجوع لكل الأوبشنز على فكرة بيطلع معي الأوبشن الصح قدامي بهالطريقة. Look at the black sky, طلع على السماء خلينا نقول سوداء, يعني شكله من كتر الغيوم. It to rain. It is. It go to rain. ولا it is going to rain. ولا was going to rain. طبعا is going to rain. يعني أنا هلأ عم بقولكم look now على السماء, وأنا هلأ عم بعمل prediction وعم بقولكم إنه راح تمطر. وعم ننسى هون. طيب إذا أنا تحت عندي توقع وتنبؤ بس عندي دليل. شو الدليل تبعي؟ The black sky هو دليلي. تنبؤ بدليل, هي الدليل تبعي. وأنا بقولكم الآن look طلع على إشي هلأ بده يصير, يعني إشي بدي بقولكم اطلعوا رح يصير شغلة بالمستقبل. عم بأمن لكم تنبؤ. Number 4 حكيناها, in 30 years time scientists will have found for cancer, بسبب وجود in 30 years time, هاي الأجوبة. Okay. This time برضو نكمل مع سلك الوزارة. This time next year students will, alright, وانا عندي هون next year وعندي this time كمان, يعني عندي this time next year students will for their final exams. الجواب عندي كان will have prepared, رح يكونوا تحضروا لامتحاناتهم, لأنه هم لما كيف طبعا كيف جاوبنا هذا السؤال, هو tricky صراحة, هو tricky question. يعني الطلاب شو صار معهم؟ صاروا يقولوا إنه in, هيها أوجهكم إياها, in مع زمن تيجي مع ال will be ing future continuous. طيب in مع زمن time برضو بتيجي مع will have verb 3 اللي هي future perfect. طب كيف أميز بين التنين بالنسبة للجملة التريكي كانت هي الجملة؟ هلا حسب معنى الجملة, يعني خلينا نقول إنه will ما بتيجي إلا إذا كان في perfect بالموضوع, ماشي هيك تعودنا بالوزارة. بس كمان هلا نيجي على المعنى. الستودنتس بهذا الوقت لما قدموا امتحان الإنجليزي هم فعليا خلصوا تحضير للامتحانات, فإذا السنة الجاي بهذا الوقت الطلاب رح يكونوا أنهوا تحضير, يعني أنهوا تحضيرهم للامتحانات, يعني رح يكونوا عم بيمتحنوا, صح؟ فإذا هم will have prepared, رح يكونوا تجهزوا للامتحانات. ليه؟ لأنهم رح يكونوا عم بياخذوا الامتحان, فهو المعنى هون تريكي صراحة. والطلاب طبعا ضايعينهم, يعني اتمشكلوا بهاي الجملة. طيب هلا حكينا عن جملة عيد الأضحى وحكينا إنه هي أصلا جملة موجودة بكتاب أول ثانوي. Okay, فإذا عيد الأضحى is a celebration that begins. Okay, حكينا إنه هذا موعد ثابت في جدول, والسبب وجود كلمة Islamic calendar اللي هي الكالندر الإسلامية, التقويم الإسلامي. وعيد الأضحى هو عبارة عن زمن ثابت في جدول زمني ثابت, وهكذا. إذا اعتبرتوها حقائق برضو بتزبط, بتصير برضو begins لأنه عيد الأضحى واحد مفرد. Okay. Next month our family, حكينا عن هاي الجملة برضو. ونمبر 4 تمام.
هيك بتكونوا أخدتوا نظرة كاملة عن أنواع الفيوتشر اللي انطرحوا بيونت 3 واللي انطرحوا بيونت نمبر 1. تمام؟ فأي حدا عنده أي سؤال please don't hesitate to contact me. ما تترددوا إن أنتوا تتواصلوا معي، ممكن أرد عليكم بفيديو، ممكن أرد عليكم بفايل مكتوب أو شغلة أو بنوت مكتوبة. المهم إنه ما نتردد في إنه نسأل. وgood luck للجميع.